مرحبا بكم أعزائي الطلبة في درس آخر من دروس تعليم المحاسبة باللغة الإنجليزية. راح نكمل شرح التشابتر الخامس اللي هو Adjusting Entries، واليوم راح نشرح السؤال الثاني من تمارين هذا الفصل موجود في صفحة 64. السؤال الثاني هو معروض أمامنا مثل ما تلاحظون، مطلوب من عندي إعداد قيود التسوية، فهو نعطيني مجموعة أرصدة وطالب من عندي ملاحظات نعطيني عليها، ومطلوب من عندي فقط قيود تسوية، يعني قيود اليومية مثبتة، وهذه أرصدة الحسابات اللي ظهرت في القيود. راح نقرأ فقرة فقرة من الملاحظات. طبعا الأرصدة اللي موجودة عندي الانشورنس اكسبنس 13 دينار، بريبيد Consultant Salaries Expense مصروف رواتب مستشارين مدفوع مقدما 15 دينار، An Earned Rent Revenue إيرادات إيجار غير مكتسبة 24 دينار، والInterest Revenue إيراد الفائدة 18 دينار. الملاحظات اللي عندي طبعا هذه كلها مال سنة 2013 البيانات. النقطة الأولى اللي راح ناخذها يقول The Car Insurance مصروف المبلغ التأمين على السيارات هو لمدة 13 شهر تبدأ من 1/5 إلى 1/6/2014. راح نبدأ نربط بين ملاحظة ورصيد، فهاي الملاحظة تحكي عن تأمين وهذا تأمين، إذا هذه تتعلق بهذه الفقرة. يقول هذا المبلغ مال 13 شهر يبدي من 1/5، وبالتالي راح ناخذ هذه الفقرات أمامنا ونحسب الشهري. التأمين الشهري 13,000 تقسيم 13 شهر فيطلع 1,000 دينار. ما يخص هذه السنة من شهر الخامس سادس سابع ثامن في 8 أشهر، فثمانية أشهر في 1,000 يطلع 8,000، إذا المصروف يخص السنة الحالية. ما يخص السنوات التالية اللي نعتبره بريبيد هو المبلغ الإضافي 13,000 ناقص 8,000 5,000، إذا هذا إذا 13,000 هي 8,000 تعتبر مصروف تأمين لهذه السنة، والخمسة آلاف تعتبر مصروف تأمين مدفوع مقدما prepaid insurance expense. نجي على قيد التسوية شو راح يكون. إحنا نريد في سجلاتنا نريد مصروف تأمين 8 ضمن الأرصدة. عندي مصروف تأمين لكن 13، شلون أسوي 13 8؟ إذا لازم أخفضها 5,000 دينار بالجانب الدال عكس الاتجاه، إذا الانشورنس اكسبيرينس راح يطلع 5. البريبيت هو 5 ما موجود في السجلات، فراح نثبته في جانب الموجودات، إذا هذا هو قيد التسوية صار كامل. نقطة أخرى The balance of consultant salaries covers، يقول مصروف رواتب المستشارين الرصيد مالته يغطي فترة 12 شهر لمدة سنة، يعني هذا المبلغ مال سنة من 1/7/2013 إلى 1/7/2014. إذا مصروف الرواتب الشهري 15 تقسيم 12,000 وربع، رواتب السنة الحالية 6 أشهر فقط يخصها من 1/7/7.5، وما المدفوع المقدم السنوات القادمة هي 7.5 أيضا مع 6 أشهر إضافية، يعني ال 15,000 دينار نصها يخص السنة الحالية فهو مصروف رواتب، ونصها يخص السنة الجاية فاعتبره مصروف رواتب مدفوع مقدما. نجي على قيد التسوية شو راح نثبته. السالاريز اكسبينس 7.5، انا اريده يظهر في 7.5 خلال هاي السنة. ضمن الارصدة ما عندي مصروف رواتب، لان هذا مو مصروف رواتب، هذا مدفوع مقدما يختلف. اذا لازم نثبت في الجانب المدين مصروف رواتب 7.5. البريبيت 7.5 اريده، موجود عندي 15، فال 15 شلون اسوي 7.5؟ اخفضها 7.5 ايضا، التخفيض يكون عكس الاتجاه فراح تثبت في جانب الدائن. لذلك قيد التسوية راح يكون بالشكل التالي: consultant salaries expense مدين اثبات للمصاريف وتخفيض للبريبايد بمبلغ 7.5. النقطة الأخرى: بغداد did not pay water bill for 450 دينار، لم تسدد هذا المبلغ. إذا لم تسدد يعني ماكو موجود ضمن الأرصدة، ماكو داعي ندور. هو دا يقول did not pay، لم تسدد، إذا غير لم تسجل، يعني قيود يومية ما عندي بيها، قيود لازم أثبتها في قيد تسوية.
مصروف فاتورة الماء عند ما ثبت مدين، فالووتر بول اكسبنس راح يكون مدين. والجانب الداين هو الاكرود ووتر بول اكسبنس، مصروف فاتورة ماء مستحق. حقائق التسوية لا توجد عليه أي قيود يومية. وننتقل للفقرة الأخرى. The rent of building is 6 months commencing from 1/1/2013 إلى 1/7/2013، نفس السنة، أول 6 أشهر فقط. يعني إحنا مأجرين بناية لمدة 6 أشهر الأولى من السنة. المبلغ اللي ظهر ضمن الأرصدة هو مكتوب an earned rent revenue 24، فالإيراد الإيجار الشهري هو 24 تقسيم 6 4000 دينار، كلها تخص السنة الحالية، فست أشهر كلها مدفوعة مقدما صفر، لأن هي كل ال 24 هي مال أول 6 أشهر من هذه السنة حصرا فقط، فهي كلها تعتبر إيراد لهذه السنة، وأي إيراد غير مكتسب لازم يكون صفر. وبالتالي الآن إيرند لازم نصفره، 24 نريد يصير صفر نلغيه بعكس الاتجاه، فراح نلغيه بجانب المدين. الرينت ريفينيو احنا نريد 24 ما موجود، اذا نثبتها بجانب الدائن، فهذا هو قيد التسويه. النقطه اللي بعدها، The loan interest is 18 شهر، الانترست ريفينيو 18000 وما 18 شهر يعني شهرين 1000 دينار للفتره من 1/2/2013 عند 10 شهر هنا و7 اشهر بالسنه الاخرى. ف إيراد الفوائد الشهري قلنا 18 تقسيم 18 يطلع 1000 دينار، فالإنترست ريفينيو لهذه السنة اعتبارا من 1/2 راح يكون 11 شهر 11000، والمستلم مقدما هو 7000. قيد التسوية ايش راح يكون؟ إيراد فوائد 11 اللي موجود عند 18، شلون اسوي 11؟ اذا لازم اخفضه ب 7000 دينار، التخفيض لازم يكون للإيرادات في الجانب المدين من قيد التسوية. والإنترنت 7000 ما موجود، إذا نثبتها بجانب دائن فيطلع القيد بالشكل التالي. النقطة الأخيرة، المحاسب فاوند وجد أن هنالك إيراد خدمات بمبلغ 100000 دينار provided to Basra company did not received. فنثبت الإيراد في الجانب الدائن ونثبته بالمدين كمستحق، فالأكرود سيرفيس ريفينيو إلى حساب السيرفيس ريفينيو. شكرا لكم لإصغائكم، ونلتقيكم في درس قادم إن شاء الله. تحياتي لكم.